أكد سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية أن مملكة البحرين حققت إنجازات رائدة في مجالات الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة والشخصية لجميع المواطنين رجالا ونساء، بما فيها حرية الرأي والتعبير والحريات الدينية والحق في المشاركة السياسية والاقتصادية وصون الكرامة الإنسانية وترسيخ المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وقال إن المبادرات الحضارية الرائدة التي اتخذها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى لتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين أعضاء الأسرة البشرية بمختلف انتماءاتهم الدينية والعرقية والثقافية تشكل فيضا من الرسالة الإنسانية لجلالته إلى العالم أجمع. جاء ذلك خلال مشاركة مملكة البحرين في الجزء رفيع المستوى للدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان برئاسة سعادة مساعد وزير الخارجية، والذي ألقى كلمة مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وأوضح أن مملكة البحرين وفي إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018 نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه، وبالتوافق مع رؤيتها الاقتصادية حتى عام 2030. وبين مساعد وزير الخارجية أن التشريعات والقوانين الوطنية كفلت تعزيز المشاركة الشعبية في الشؤون السياسية والعامة وحماية حقوق الإنسان والفئات الأولى بالرعاية كحقوق الطفل وكبار السن ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وقال سعادته إن البحرين تعتز على وجه خاص باحتفال هذا الشهر بذكرى مرور 17 عاما على إقرار ميثاق العمل الوطني بمبادرة من عاهل البلاد المفدى مثل خطوة رائدة على طريق الإصلاح السياسي والدستوري والتنمية الشاملة واحترام حقوق الإنسان وحرياته. كلمة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته 37 لخصت مسارا حقوقيا تصاعديا اعتمدته المملكة في مختلف النواحي. عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية الذي ألقى كلمة البحرين أمام المجلس أكد حرص البلاد على تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة الداعمة والراعية لترسيخ السلام والأمن وحقوق الإنسان على كافة الأصعدة. إيمانا بعالمية حقوق الإنسان إلى جانب الحق في السلام والأمن والتنمية التي تقوم عليها منظومة الأمم المتحدة كعناصر مترابطة يتم التعامل معها في إطار من الموضوعية والبعد عن الانتقائية والتسييس والمعايير المزدوجة، وفق ما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 60/251 الصادر في سنة 2006 بإنشاء المجلس حقوق الإنسان. وتؤكد مملكة البحرين حرصها على تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسة ووكالاتها المتخصصة بما يخدم أهدافها السامية بالحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي. مشاركة البحرين في افتتاح أعمال مجلس حقوق الإنسان تأكيد على حرص المملكة على النهوض بالحقوق على المستويين الوطني والدولي. نتطرق إلى مستويات ربما تغيب عن كثير من الأفق العالمي حول كيف أن مملكة البحرين لها تجربة ناضجة وقديمة فيما يتعلق بالتسامح وإطلاق الحريات العامة والمساحة التي تعطى للأقليات الموجودة، المساحة في حرية المعتقد والدين والممارسات الشعائر، وكيف أن البحرين تمثل فضاء واسعا ورحبا لهذه الممارسة. بيان البحرين الذي عكس مساعي المملكة وجهودها النبيلة تماشيا مع القوانين والمعايير الدولية لاقى استحسانا واسعا. باسم دولة الإمارات حقيقة أنا أهني مملكة البحرين على تقرير الجميل والوافي اللي قدم في الأمم المتحدة في مجلس حقوق الإنسان، حقيقة يعكس كافة الجهود الخيرة التي قام بها جلالة الملك حمد بن عيسى لتطوير في البحرين ولتعديلات الدستورية التي حصلت في البحرين.
إصلاحات مستمرة ومتواصلة للمسارات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية تلحظ الأمم المتحدة ترسخها في البحرين عاماً بعد عام. تجربة ناضجة وقديمة للبحرين في إطلاق الحريات العامة وضمان التنوع بكل أشكاله، نقلها الوفد البحريني الرفيع إلى مجلس حقوق الإنسان في مشاركة أغنت جلسات المجلس الافتتاحية. من مقر الأمم المتحدة في جنيف، دينا أبي صعب، تلفزيون البحرين.